مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية ووصلنا لمساحتنا القانونية. ودائما احنا بنقول الجرائم الالكترونية قديه اليوم صارت منتشرة بشكل كتير كبير. اليوم القانون وضع كتير من الاجراءات ووضع كتير من التشريعات لحماية المواطن، ولكن القصة اكيد بحاجة لوعي وبحاجة لنشر ثقافة انه احنا كيف قادرين اليوم نأمن على صفحاتنا الشخصية وعلى المواقع اللي ممكن ترجع لدوائر حكومية لدوائر اعلامية حتى. يعني شفنا بالفترة الاخيرة كان في تهكير كتير للصفحات. تماماً هذا الشيء بظل يمكن التطورات التكنولوجية صحيح. اللي عم نعيشها، وصار مواقع التواصل الاجتماعي بمتناول أيدي الكل حتى المراهقين. بس نحن لازم نفرق بين الإيجابيات والسلبيات، لازم نعرف كيف نتعامل معه وكيف نحمي أنفسنا من هاي الاختراقات. كل هالأمور رح نضوي عليها ونناقشها مع ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي فادي الرحالي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا استاذ، اول شيء خلينا نصبح عليك، اهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نروح لهيك لنذكر كثير من المعلومات، واليوم معلومات جدا مهمه اكيد اليوم نحن رح نستفيد منها، ولكن خلينا نحن نروح لفاصل ونرجع نكون معك. محلى حياه جبالنا بالحب عمرا أكيد. مكملين بمساحتنا القانونية، ومثل ما قلنا بالمقدمة عنوان الفقرة لليوم هو الجرائم الإلكترونية وأهم القوانين. نسعد صباحك عن جديد أستاذ فادي، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم القانون وضع الكثير من القوانين لتأمين الحسابات في سوريا، خلينا من خلال خبرتك نحكي عنها. بالنسبة للتشريع السوري بعام 2022 صدر قانون جديد، تشريع جديد عالج وعطى حماية لحساباتنا اللي هي موقع التواصل الاجتماعي، اللي هو قانون رقم 20 لعام 2022. نظم حالة الحسابات، لأنه بتعرفي أنت عم تحكي عن وسط إلكتروني بفضاء ضمن بيئة منا صغيرة، خلينا نحكي على بيئة عالمية موجودة اللي هي بيئة التواصل الاجتماعي. فلا بد من وجود تشريع، أنا ما فيني خلي الحسابات هيك متاحة من دون ما أمن لها بيئة آمنة، خلينا نسمي من ناحية القانونية. تمام دكتور، خلينا نحكي عن أخطر الاعتداءات اللي ممكن تتعرض لها وسائل التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية. هلأ أهم الاعتداءات اللي ممكن تتعرض لها وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى هي جرم الدخول الغير مشروع. بعد منا بيجي عنا انتحال هوية الحساب، ممكن يكون في عندي حساب رديف للحساب الأساسي. عندي كمان من الأفعال الجرمية اللي هي عندك أنت إعاقة أو منع الوصول للحساب، منع الدخول للحساب. والحالة الأخيرة اللي هي الأخطر حالياً هي موضوع إرسال البرمجيات الخبيثة. فكل واحدة من هالأفعال اللي عم نحكي عنها هي فعلاً من أكثر الجرائم اللي عم تتعرض لها حساباتنا. من الناحية القانونية طبعاً هون كان المشرع حريص وتنبه لهي الأخطار وعاقب عليها مثل ما حكينا بالقانون رقم 2022. طيب إذا رحنا للقانون 2022 أكيد في تفصيلات كتير مهمة، اليوم كل حدا مننا بحاجة أنه يتعرف عليها، اليوم بحاجة هي الثقافة القانونية أنه تتعمم ونشيل موضوع الخجل، أنه أنا اليوم ما بدي يروح أعمل شكوى لأنه أنا خايفة من المحيط. بالنهاية يعني يمكن بالعامية بيقولوا فضح الفضيحة بالنهاية، لأنه هي هيك هيك أنت حتوقع بمشكلة. صحيح. هنروح للقانون أستاذ، اليوم العقوبات كيف يعني فرق بين نوع كل جريمة فيها؟
هلا هون لازم ننبه لقصة كتير مهمة، الحساب اللي أنا بعمله على مواقع التواصل الاجتماعي كاملة هو بالنهاية مثل الهوية لإلي. صحيح. فأي فعل جرمي يرتكب من خلال هذا الحساب فأنت رح تكون مسؤول عنه. الخجل لا، أنت لا تخجل، لأنه أنت خجلك رح يوصلك لقصص قانونية أنت بغنى عنها، اللي هي المسؤولية الجزائية المترتبة على الخطر اللي ممكن يصير أو الفعل الجرمي ممكن يصير بحسابك. فالأجل هيك انطلقت من نقطة المسؤولية والإحساس بالمسؤولية، إنه أنا لما عم بعمل حساب على فيسبوك على تويتر على أي موقع تواصل اجتماعي فأنا مسؤول عن أي خطر ممكن يترتب أو ضرر عنه للغير. من الناحية التشريعية سؤال كتير حلو، لناحية شو الرؤية التشريعية الموجودة بالنسبة لحساباتنا. نبدأ مثل ما حكينا اللي هي أهم الأفعال الجرمية هي جرم الدخول الغير مشروع. جرم الدخول الغير مشروع في خطأ شائع إحنا بنسميه من الناحية التكنولوجية اللي هي اسمه الاختراق. إحنا ما عنا بنص القانون مادة جرمية اسمها الاختراق، اختراق حساب، لا، هي إلى مسمى قانوني اسمه الدخول الغير مشروع. فأي شخص يقوم بالدخول بطريقة غير مشروعة إلى حسابات الغير، سواء كان بالتسلل من خلال إرسال روابط وهمية، المهم بالنهاية قدر يدخل لهذا الحساب. المشرع السوري طبعاً، أنا ليش حكيت على القانون رقم 2022، كان في عندك تشريع بتراتبية ذكية اللي هي على الشكل التالي. هلأ تخيلي أنت حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تستخدميه، قام شخص بالدخول إلى الحساب، مجرد دخول، مجرد الدخول بحد ذاته هو فعل مجرم، سواء قام بالدرجة الأولى. لاحظي أنه بس المشرع عاقبه على دخوله، يعني لسه ما قام بأي فعل جرمي. نفترض حالنا نحن الحساب نتخيله كغرفة، مجرد ما دخل لها الغرفة ارتكب فعل جرمي ومعاقب عليه. الحالة الثانية هي بعد الدخول، بدي أشوف شو سوى من أفعال جرمية عنا نحن. إذا دخل زائد قام بواحد من هالأفعال الجرمية، نسخ، عدل، حذف، أفشى واحدة من هالأفعال الأربعة، تتشدد العقوبة، بننتقل لدرجة أو أعلى بالعقوبة. مثال على دخول زائد نسخ، ممكن يدخل للحساب ويفوت على المحادثة وينسخ صور أو يحفظ صور موجودة. هاي الصور أنت لاحظي هي بالنهاية ممكن تكون أنت صبية مثلا مخطوبة لشخص، عم بعتوا صور خاصة لبعض، صور هي محجبة بعتوا له صور خاصة لها أو زوجته. فبالتالي هذا الشخص الفعل الأول اللي ساواه هو الدخول، ولكن رافق عملية الدخول نسخ أو حفظ. أو ممكن يفوت على الحساب ذات نفسه ويقوم بعملية حذف أو تعديل بالملف الشخصي، يعني مثلا يعدل العمر، يعدل البيانات الموجودة، يعدل العمل الوظيفي، ممكن يحطه مثلا بوظيفة هو مستحيل يكون فيها. فبالتالي قصادا تعرفي بالفيسبوك أنت لما تعدلي تنزل التعديلات للعموم، فهو ممكن يحطها للعموم، فالجمهور بيلاقي أنه صار في تعديل. مثلا هي تطلقت مثلا، تخيلي أنت هو عدل ونزل انه كتب بالحاله. هلا ممكن تستغرب بعض الاشخاص يقول لك انه مطلقه، هلا في بعض الاشخاص ممكن تقول لك ايه عادي شو، بس لا، هو سبب فضيحه لها، خصوصا اذا كان وضع حساس لناحيه التقاط الخبر بالنسبه لها. تمام. الحاله الثالثه اللي هي الاشد، اللي هي انه مو بس انه يدخل او بيقوم بواحد من احد الافعال الاربعه اللي قلناها اللي هي النسخ وحذف وتعديل وافشاء، الاصعب من هيك انه يفوت للحساب ويحذف الحساب ذات نفسه، يلغي الحساب. طبعاً هون العقوبة إذا بدنا نحكي من الناحية الجزائية للفعل الجرمي، تتدرج العقوبة بهالحالات اللي حكيتها أنا من الشهر حتى تصل للعشر سنوات. العشر سنوات قدر القانون اليوم يمسك الشخص، ولكن هلأ بالمتابعة من خلال عملنا القانوني بتلاقي أنه فعلاً أنت عندك فرع متخصص موجود بسوريا، فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، كوادر متخصصة، مهندسين وخبراء متخصصين في خبرة بهذا الموضوع اللي هي تتبع الحساب الداخل خلينا نسميه أو المخترق بالعموم. فهذا الحساب بالنهاية في متابعة، هو ما لح يدخل من فراغ، بالنهاية هو جسد أو جسم أو كيان دخل إلى مكان، فممكن يتم تتبع هذا الحساب. تمام. طب استاذ، لاي مدى انا ممكن اني احمي حسابي؟ هلا بنلاحظ كثير اشخاص، يعني اشخاص تتفاوت القصه بين ناس وناس، انه في ناس بيخترق حسابهم بشكل متكرر وفي ناس نادرا ما تصير معهم او ما صارت معهم. هون بتكون هذا الشيء لدرجه تامين الحساب، شو هي الخطوات اللي ممكن يتبعها الشخص ليامن حسابه؟ هلا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما انه تنشر حاله وتتواجد بيناتنا في عندك انت ملاحظات وتوجيهات موجوده. مثل الدواء، انت لما تاخذي الدواء بيعطوكي بالوصفه انه في عندك ملاحظات لازم تنتبهي لها. فانت اي حساب او موقع موجود في خطوات، مثل خلينا نحكي على الفيسبوك اللي هو الاكثر انتشارا بمجتمعنا والبيئه السوريه. فيسبوك في عندك انت وسائل حمايه وامان،
منها التوثيق، منها انت عندك ربط الحساب بايميل استعادته، في عندك انت تامين الحساب انه ما بيفتح الحساب بجهاز اخر الا اذا تم ارسال رساله لشريحه معينه برقم معين، انت في عندك وسائل حمايه موجوده، استرداد الحساب ممكن تختاري 3 اشخاص هدول بتثقي فيهم بحيث انه اذا قررتي انك تراجعي الحساب بعد ما الحساب تم سحبه من بين ايديك مثل ما بيقولوا، فعندك انت اشخاص ممكن فيسبوك يسالك سؤال انه في اشخاص انت بتثقي فيهم، مين هدول الاشخاص؟ هي عباره عن اسئله مثل ما نعمل حساب بنكي بيسالونا اسئله خاصه، منها مثلا شو اللون اللي بتفضله انت؟ هلا في شخص بيقول لك انه شو بدهم بهالمعلومه، معلومه كثير حساسه، يعني في اشخاص بتختار الوان مميزه انه انت عندك كل هالالوان، انت اخترتي هذا اللون تحديدا، ففيسبوك بيعتمد على اسلوب انه انت بتخبرني شو المعلومات اللي عندك وانا بقول لك شو اللي عندي، اذا ما قمت بهي الافعال فانت مقصر والمقصر اولى بالخسران، بس مو معناته اذا راح الحساب وانت مانك عامل وسائل حمايه وامان معناته ما مندافع عنك قانونيا، لا فيك تشتكي وتسترد الحساب وتعرف مين اللي قام بعمليه الدخول. في تتبع، هلا في ناس بتقول لك انه مستحيل الوصول للشخص، لا مو مستحيل هذا الشيء، لانه بالنهايه الطرف الاخر اذا عم يستخدم الشبكه فهو اما عم يدخل من خلال شريحه او عم يدخل من خلال راوتر موجود بمنزل وهو بالنهايه مربوط بالمؤسسه مع رقم مع صوره هويه موجوده، ففي شخص مسؤول عن هذا الحساب. من الناحيه العمليه نحن بنلاقي احيانا في اشخاص عم تستخدم شرائح لاشخاص ثانيين، او ممكن شخص موجود عندكم بالبيت كثير بننبه انه لا تعطوا كلمه المرور راوتر لمين ما كان، لانه اي فعل جرم يرتكب من خلال شبكه الراوتر الخاصه فيك بالنهايه انت مسؤول. اذا ثبت علاقتك بالفعل الجرمي انه انت فعلا مساعد على عملية ارتكاب الفعل الجرمي بشبكتك، فأنت ممكن توصل لمرحلة المتدخل إن لم تكن الفاعل. شو يعني المتدخل؟ لولا شبكتك ما تم ارتكاب الفعل الجرمي. طبعا هاي بالمستوى الأعظم للمسؤولية، بس هاي القصة بدها شركة اتصالات اليوم، لا في فرع عندنا موجود هو بيحدد هذا الموضوع، في عنده خبراء. مو قانونيا أستاذ أنه اليوم وقت الشخص بده يشتغل هذا الشيء هو بحاجة لحدا مختص بشركة اتصالات نت، يعني يقدر يفوت على الباسورد، وهذا جرم لحاله يعني كمان. لا هلا ممكن يستخدمه بطريقة مشروع، أنا زورك لعندك بالبيت وأطلب كلمة المرور، أنت خجلة رح تعطيني ورح توافقي، هذا شيء طبيعي. هي القصة بتصير مسكتي الشبكة ودخلتي فتي على الفيسبوك مثلا أنت وارتكبتي فعل جرمي أو على أي مكان من مواقع التواصل الاجتماعي، هلا الطرف الآخر من حاله الطبيعي رح يقدم شكوى بالشيء اللي ساوى هذا الضيف عندك، لما يصير في متابعة رح يتبعوا الشبكة إنه هذا منين دخل، رح يبين إنه الشبكة راجعة لإلك، طبعا رح يتم استدعائك أنت، هلا هون رح يشوفوا شو الأجهزة الموجودة، طبعا لازم تنتبه في تقرير خبرة موجود، ما أنا بهالبساطة، تقرير خبرة رح يبين شو الأجهزة الأي مي تبعها، الأي بي الموجود، رح يبين بالدرجة الأولى الشبكة باسم مين، بيتم إرسال كتاب إدارة الاتصالات بهذا الشيء. طيب خلينا نروح سريعا أستاذ فادي، اليوم وقت اللي بنسمع مصطلح جرم إعاقة وصول الخدمة، شو معناتها هذا قانونيا يعني؟ هلا من الناحية القانونية وربطا بعنوان الحلقة لموضوع الحسابات الشخصية، إن يقدر يقوم بعمليات تمنعك من إنك تدخلي لحسابك، فبالتالي أنت بالدرجة الأولى اللي هي انطلقنا من موضوع دخول غير مشروع، أنا ممكن أدخل دخول غير مشروع وغير كلمة المرور. تغييري لكلمة المرور أنا ممكن هون أعمل إعاقة لدخول، كل ما تحاولي تدخلي ما رح تقدري، رح يعطيكي فيسبوك إشعار فورا إنه كلمة المرور غير صحيحة أو غير متطابقة، فبالتالي أنا ممكن أقوم بعمليات إعاقة دخول حساب لحسابك. انتبهتي كيف؟ فأنت ما عاد تقدري تدخلي، فهذا بحد ذاته هو فعل جرمي مجرم بالقانون السوري. خلينا نحكي دكتور شو الأثر القانوني لاستخدام برمجيات خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا هلا البرمجيات الخبيثة هي من أكثر الأمور المنتشرة حاليا عبر الشبكة، ولأجل هيك أنا بنتها بالبند الرابع، مو لأنه هي مانا مهمة، بالعكس تماما ليكون الإضاءة الكبيرة كتير عليها. البرمجيات الخبيثة أنت الفعل الجرمي هو الموجود، في عندك أنت مرحلتين لازم ميز بيناتهم، تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة، هي الدرجة الأولى. الحالة الثانية هي إرسال البرمجيات الخبيثة، إنه يقوم بإرسال إنه خلينا نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي، أنت ممكن تصلك صورة تحت منها في رابط صغير، أنت بتنقري على الرابط، لا أنت بتنقري في برمجيات عم تنزل، طبعا الشخص الطرف الآخر عارفان شو عم يشتغل معك، هو من خلال هذا الرابط نقرتي انت على الرابط، دخلتي طلع لك صفحه وهميه لح تشوفيها، في ممكن يقول لك في تطبيق موجود بسرع عمل الجهاز، انت اوكي اوتوماتيكيا لانه قال لك رح يسرع عمل الجهاز، كملتي معه للاخير، بتلاقي حالك انت صار في عمليه اختراق استنادا لبرنامج خبيث. وهون بننبه لنقطه كثير مهمه، اذا كان الاعتداء على دائما على مصرف، على جهه عامه، على مؤسسات ماليه مشتركه او خاصه، دائما تشدد العقوبه.
وممكن توصل بحالة البرمجيات الخبيثة لل 25 مليون بالإضافة لعشر سنوات السجن إذا كان أمر يتعلق ب مثل ما حكينا جهة عامة. هلا مثلا صفحات عندك موجودة على الفيسبوك بتتعلق ما بصفحة وزارة التربية الإخبارية السورية، ممكن تلاقي في صفحات موجودة كثير. هلا حط الإخبارية السورية شوفي كم صفحة بيطلع معك. فهون أنت عندك في خطأ في فعل لازم إنه يتحاسب عليه هذا الشخص اللي هو مثل ما حكينا هون إنشاء حسابات تتعلق بالغير. طيب استاذ، مثل ما بنقول مثل القانون اليوم وضع القوانين لحمايه المواطن، اليوم كمان نحن بشكل شخصي مفروض نروح لاجراءات حمايه لانفسنا، لصفحاتنا الشخصيه، لكل المعلومات، للباسورد الموجود ان كان على الموبايل او كان على الشبكه. اليوم قانونيا هيك شو اهم النصائح المفروض نحن نتبعها يعني بحمايه انفسنا كرمال ما نتعرض لاي مساءله قانونيه؟ طبعاً. هلا بالدرجه الاولى نقطه كثير حساسه انطلقتي منها اللي هي الخجل. نحن لازم يكون في عندنا خجل، لانه انت وقت يصير في مسؤوليه جزائيه عليك رح تقول انه انت اخطات لما اعتمدت موضوع الخجل وخفت من موضوع تقديم الشكوى. تقديمك للشكوى هو بالدرجه الاولى حمايه لإلك ليحميك بالمستقبل من اي خطر ممكن تعرض له. اهم شيء انه نحن اذا صار اي فعل جرمي سرعه تقديم الشكوى. نحن عم نحكي عن جرائم معلوماتيه، فبالتالي اخفاء الدليل الرقمي بسيط جدا، بكبسه زر ممكن يختفى الدليل الرقمي. فلا بد من تقديم شكوى باسرع وقت ممكن بالاضافه للدليل الرقمي. الدليل الرقمي اللي هو انك فورا انت تعمل لقطه شاشه لكل شيء عم يصير معك وتوثقه بالدرجه الاولى. سرعه تقديم الشكوى بانك تقدم الشكوى، ما تخجل، يكون في عندك انت سرعه، لانه كل ما انت بطأت كل ما حكينا بروح الدليل الرقمي. وهنيك لا تخاف، رح يكون في خصوصيه وحماية خصوصية لإلك، الشكوى خاصة فيك لوحدك، رح يتم في حماية وفي متابعة وفي نتائج على الأرض. يعني من خلال عملنا القانون لازم نأكد إنه في نتائج متحققة على الأرض، والأشخاص ممكن يستردوا حساباتهم، الأشخاص ممكن يعرفوا مين الشخص اللي قام بالاعتداء على حساباتهم. أكيد يعني هاي المعلومات كتير مهمة، ولازم كل الأشخاص يكون عندهم وعي لتأمين حساباتهم، حتى يكون عندنا انتباه حتى على أطفال المراهقين، لأنه صارت وسائل التواصل الاجتماعي بمتناول أيدي الكل. نرجع منقول هي سلاح ذو حدين، وبحاجة اليوم للرقابة أكثر يعني. شكرا أستاذ فادي رحال لحضورك ولكل المعلومات القانونية اللي ذكرتها، ودائما بتمنى بالسلامة لجميع الأشخاص. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا كثير لك أستاذ.